ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ أعمل إيه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش زي الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. أنسى إزاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش رايقة. زوج حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايب. خلي لك زيادة اجليطس. كتر المزة اجليطس. اخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا قد ايه. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقوله خليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عندك انت؟ حاسب مرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف.
5 جنيه بس كده الحساب مظبوط. ده كده البيع خسران. ولوتك انت اللي كان لازم تدفع. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخلو خير يا كوتش؟ يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. تحلوت قوي. طيب خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة. انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. كسير بس ما تقتلوش. انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجالة برضه. انت هتخطب. روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد. خلص عليهم. هم الجوز دول. Thank you.
الكورنر وراه الكورنر. ها هتعمل ايه؟ اتكل على الله، توكل على الله، صل على رسول ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش غير. كان غيرك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مقدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجي لي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس، حصل ولا حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وانا في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اوكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفايه ايه؟ يا حبيبتي ايوه مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دوق اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها الناصيه؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن واطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. تعودت بعد 25 سنة محاماة نقض وإبرام أوسخ نفسي مع أشكال بالشكل ده؟ طب وأنا أجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعادة البيه؟ أنا رحت خالص. أنا معرفش معرفش، مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخمارة وعرف سكتك ما تنزلنيش، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه، بس الولد دول حاسس. أمين بقول لك إيه؟ مش عارفة أنام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا أخويا اتفضل. سعادة البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل، وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك.
اسمي لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا، بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو. ما اقل من كده بقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ثلاثة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفنا العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه دي امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيعة هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انا. ايه؟ فيها انا. العمل يا صاحبي. انا واقع من جوع ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري؟ لا 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 بلاش شط، دي ملهلبه قوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه؟ الشنطه خفيف. هجيب سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوب صلصة زيادة. صلصة خلصت. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا، ما تقف قلبك وتتكلم عدل أمار. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمي، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح لاراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات، انما عليا نعمل لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل اتنين كشري دوب. بس كتر الليل. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليليا نعملها معاك. هتبص من القهوه يا ابني. من عينيا يا ست الكل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكينج يا سيدي. كينج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. مش كارع حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك في الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه؟ دي بشوكه يا دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلمها لك. يا مين؟ الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك.
كلمة البيع والشير 16 12. يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا 15. حلو يلا بخسارة، يلا بخسارة زي بعض. طلعها اللي معايا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ عالبركة. 4 5 6 7 8 الباقي من سج. هات 5 وخلي 2 عند التسجيل. عيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج، خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم 2. 2 حلو يا حاج. خلاص وايه ده الحلو؟ ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمه صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع، قول لنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15 398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا يا اسفلاجي. يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلاجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده.
يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. مش عارف ازاي. خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا لك؟ بركات. حسن لاش ولا سعادة البيه؟ وبعدين معاك يا حاج؟ بركات. بطايقكم. مين فيكم الأسود؟ ده هو يا سعادة البيه. بركات. وبعدين يا حاج؟ ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه، اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالك؟ انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعذبه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبقه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا.
يا بيه ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلامي يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر مواقف عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا ودين الابقار عليا. صباح النبي يا ابو عمرو. صباح النبي. لا اله الا الله. ما بالك انا عايز معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ده ايه شيال تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد بعضي. يلا. تعيش يا باشا. تعالى بقى يا روح. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتحط في نافوخك جد؟ وانا عارف ايه نافوخ. انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عارف. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها، وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها. ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ملهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده، لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤبد. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب.
يلا خلو. قسم لا ده بين ناس حد الله ما بينه وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. عايزين الحلاوه بقى يا حاج. من حلاي حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبقى حليلك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بقبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ عصام من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركنا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ثلاثة ونص الواحدة يا بلاش. ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حفاية. ثواني
عبال الرجاله ما تفرغ نقله بتاع العربيه اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بلاش، الواحده 3 ونص، ادي 100 حبايه. قرب يلا، الواحده 3 ونص، 100 حبايه يا بلاش. قرب معلمين، الواحده 3 ونص، 100 حبايه. وادي 200 حبايه، الواحده على 3 ونص يا بلاش. قرب معلمين، ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المامور، عندكم صاحب المالك فاهموا معاه حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه ب3 جنيه ونص هنبيع عليك زبون بكام؟ ان شاء الله ب100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية ب4 جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. 4 جنيه 4 جنيه. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه، وده نصيبك يا زوكه، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بلح ماما عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخل لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خليو لو بتيجي روحك بدعي على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر.
لا بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو. نعم ايه؟ هات حبل قربة الرجالة. بركات اوصل لابو نعيم. هليجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا. صباح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مالي. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخة بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. اديله 100 150 2 ونص. اديله 150 75 ونص. 75 ونص. على طب تعال يا بوس. يا بوس. تعال يا بوس. قول غور. قلت ايه؟ 150 2 ونص. وتعال لو بوس. وتعال لو بوس. ماشي يا صاحبي. 2 ونص. يلا يلا انت واقف من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال المرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. أمال إيه الحكاية؟ أنا واقع في عرضك. أنا في عرضك يا سعادة الباشا. احمينا من الراجل ده المعروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجدة تبيه؟ جدة يا ابني. الله 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 عيني. في عرض الحكومه. في عرض. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 2 ونص. وتعالى بص. 2 ونص. تعالى بص. 2 ونص. تعالى بص. تعالى بص. طب 2 وبس. 2 وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. 2 وبس. تعالى بص. 2 وبس. جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم.
من ساب كارو اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي. هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ 10 بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخماره بتاعت مشري؟ بالذمه مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكله يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، والا هيكون موقفكم زي الزفت. احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسال يا بلاسي؟ جبتك سعيد، مع السلامه. اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد، مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لديك في وشك. ماشي، افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما يدفعوا. ابص لقدام. باشا ازاي؟ يا كبير.
يا باشا؟ طيب انا حصل أرضى أرضى غلطة. انت على غلطة. يا معلم. جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. ولا رسائل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصارع على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
عربات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردة في وكالة البلح. هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بابكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غوره ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. السلام يا رجاله،
ده ندايل حديكو. ايه اللي حدثك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصرة وكل عبدة بدمعك. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصتني جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده بوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوي قلوب. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له. راح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش. عشان خاطري ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا. اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك. طول عمرك زوق والله العظيم. جيجي افندم. يا ملك حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. ده غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، ده سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا لا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكوا. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. اي موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوه بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العود ونقص على الإمضة. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ وش معنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الضياش. وعشان انا؟ ايوه انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الضيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبداً. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله يا عمرو. ايوه كده. ادي Thank you.
ربنا يقص له طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق، اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك حاجه جوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي، حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر، مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
لو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطة دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقة، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمة. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجة. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي ده انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومة تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامة بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامة. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. امسك الولد، شمر شمر
زفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. ايه خسرت هدي الكلب؟ لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سككيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده، لا رضا ولا خصمانيه. بره. كلمنا انا هنا. فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثه بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج، كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرف بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق. 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 رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش؟ شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص، انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوتة. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذة، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه، ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركة اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلب الله. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك وميه يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزاره الزراعه والسيد وكيل وزاره الاصلاح الزراعي والسيد مندوب وزاره الخزانه والسيد مندوب الرقابه الاداريه، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ امين. ايوه كينج. انا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. كام؟ مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ ايوه يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. هوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟
شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. ألف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والماشي هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كده، دي أوامر الملك، أنا في عرضك، أنا في عرضك يا مرزوق، أنا مش ليك يا مرزوق، أنا صعب، حط علي يدك يا مرزوق، بلاش يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حط علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا 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 Oh!
كاسه الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. اي 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 يا حياتي من زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجيلك جاي. هتعمل ايه؟ انا هحذرك يا مرزوق، هحذرك ده يبقى السبق اصرار وتلصد. مرزوق قانون العقوبة صريح جدا في الناحية دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا
ده صاحبي يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام 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 سلام يا صاحبي. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم ولا العمليه تبقى سفلقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين ها؟
العالم ونولد بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه. اهي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ الله. هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص، بس ما تزعلينش كده. جوزك لسه داخله على قد ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على خالك وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدى؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احنا نسخت اوراق القضيه كلها سعادتي. ايوه قبل دينا احمد بيه سعادتي بيه. ايوه والله انت رحت بعيد قوي سعادتي بيه. الصراحه في قضيه جديده شغلاك سعادتي بيه. قضيه انا ومراتي يا فندم. انت ومرات سعادتك؟ ده انتوا لسه بتعسيروا يا فندم. الست مش عايزه تسكن لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي قاعد في الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ما انا ركبته حتى سعد البيت. ولا دور السادس شهر 19. مالي غير شهر 19. هز يا وز كده دولارات كده استرليني. بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس مخلفين دسة عيال وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بنصيكم تاني. يا ساتر، ايه الكلام ده يا سعادتك؟ انا يا سيد مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم، وكملت على العماره كلها في اسبوع. يا سعادتي بيه يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاويه الاختلاط ود 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 ود. الاقتصاد عباده يا ابراهيم افندي، الناس الايام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحقد على بعض. السلام عليكم. مع السلامه يا سعادتي. هنروح بعيد ليه؟ 90% من الأرض اللي في المحاكم أساسها المعارك والجيران والصحابيه. عندك حق سعادة البيت. بشرفي بشرفي أخوك النهارده لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجه. فعلا فعلا سعادة البيت. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا إبراهيم؟
النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك متباع. النمليه الجديده. نوال نوال بس دي مامتهم مأمناني عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. أدي عادي. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مسلطك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. يا عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ انا عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤوله عن العلاقات العامه والاداره الداخليه. انت جبت البتاعه دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعه ال أنا آخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ مسيا يا أستاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم طلعي شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نطي اطلعي فوق أتاريك هنا وأنا مش عارفة. الله أكبر الله أكبر فوزية هانم، إحنا أكيد فينا شيء. طيب أستأذن أنا بقى. ليه؟ مو بس معلش عشان عندي مشاوير كتير ألحق أعملها. فوزية هانم. نعم. إخواتي وولاد إخواتي وولاد ولاد إخواتي والعيلة كلها جاية من البلد بعد كم يوم، فإذا سمحتي لي أبقى أعرفهم بسيادتك. أوي أوي يا أستاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصوري حضرتك إن أنا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا. ده بشهر عليك. مش عارفة أنام. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. اتفضلي بقى. اتفضلي. الحقيقة أنا كنت في الحالة. أنا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمة واحدة، ده راجل ورعوبان، أنا مش مستريح. ليه بس يا حمادة؟ حمادة إيه ونيلة إيه؟ ما أنت شايفة ست والدتك بقت عاملة إزاي؟ خلى تصرفاتها بقت إزاي؟ بتلبس ولاعة في صدرها دلوقتي. أرجوك ما تعيبش في ماما. كفاية إنها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها، واستحملت عشان تربيني. وأظن دلوقتي من حقها إنها تعيش وتتجوز، بدل ما عاش لوحدها من يوم ما سبتها. لا أنا ما قلتش لأ، بس تتجوز راجل محترم. وهو الأستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز في عبد السلام افندي بتاعكوا ده. راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقولك ايه، روحوا ايه لوالدتك، احمد بيقولك بكره تندم يا جميل. وبعدين يا استاذ كل الشهود بيشهدوا على اخويا وانا مش مستريح للقضيه. طب يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع دراجه.
انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وصيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم انت مش شايفني انا بقول للراجل يحضر لنا مؤخر الاتعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيت سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، لا كنت لازم تعملي عارف. انا رميتك عارف. شوف الموضوع ده ايه وعلقه اوام. انا مستنيك وقت المحكمه. اعتبره اتعلق يا سعد. اديني الحال يا رب العيال بعيد عني. يا ناس يا ناس يا ناس مش كده خالص. كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش كده يا وكاد. اسكت بقول لك. اسكت كده. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. الله يخليك ويطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي. ده انا هجرجرهولك على المحاكم. يلا يا اخويا طول بالك. وليه تعيله كمان؟ ايه يا ابراهيم يا فندم؟ خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سبعه. قضيه نفع او طلاق مع بعض. والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ نتيجة يا أستاذ مركزي. أصل أنت عارف الحالة ناشفة أوي أوي من دول. يا سلام يا سعادة البيه. على فكرة يا سعادة البيه، مفيش كسوف ولا حاجة. أحمد بيه أنا معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وأنا جنيه. ماشي يا أبو ريبال. بقول يا خير، خليك أنت نص وأنا جنون نص عشان بعول الأطفال الأبرياء. طيب. بس يبقى خليك فاكرها يا أبو ريبال فندم. في مفاجأة حلوة. أمي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك إيه يعني؟ بهزر يا أخي. تعالى. بص وقول لي رأيك إيه؟ لا يا حبيبي، انا اشتريت امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله في شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس الاثنين غير الوكيل بتاعك تقول لي مستقبل المحامين. ايه ده يا حبيبي؟ بدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه يلا؟ ظفر. اول مره احس ان انا متجوز. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ دخل ورا ابوك. واحد بقاله مده مش كافي. اشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا استاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله. اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذة يا جماعه، والله ما انت قايم يا استاذ. اتفضل معانا الغدا. سبقتوكوا. اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل؟ ايه اللي مطلعه بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحة من أكبر لوحاتي ورايح أبيعها. اسمها إيه دي؟ عندما تأتي الخيول من المزرعة ظهرا في بؤونة. دي اسمها كده؟ أيوه. شفتي؟ عندما تأتي بؤونة الخيول. عندما تأتي الخيول. فين 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 بؤونة بقى؟ أستاذ أحمد. أيوه. لو لاحظت
الحته دي بقونه ودي زهرا والخيول الخيول هنا. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك، هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت بالظبط كده. سلام عليكم. الراجل وضع عمره اتحرك برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حمايه؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايزه. لحمه خيانيه شويه مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على بازه كسرها. في بازه جديده جوه في اوضه النوم. جديده؟ جديده. وانت خليت فيها عقل يا نوال؟ مش لاقي على الساقع. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ لا والله. انا ساكن معاك في نفس البيت في الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، قلت لك اشوف ايه الحكايه. لا ما فيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه كده ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي قصدي الصيف بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تفتكر الواحده تمر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك هو سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لا مؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهرة شهرة، ولا رأي يعلو على رأي. الله أكبر، الله أكبر. آه، تضرب على وده على طول. على طول. تضرب احترم نفسك. تضرب احترم نفسك. مفيش يا مرحمين. هو كده. على وده. مظبوط. آه. يا سلام. اصبح على خير. يا سلام. السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام، سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. أيوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. ايوه من ابور. أيوة. انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابور الاسد. ابور الفيل. الله اكبر. ابور الجامد قوي. يا سلام. الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بعزم واحد صاحبي توفى. وكنت عامل له نصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ محمد دول ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على عارف ايه مخلص وهد الصهار والحد الاتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اترجع نام هنا والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. حاضر. رجالة ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ إن ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تقوله بقى؟ عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفة اسعدك. ما هو علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. لا
بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيه. طيب خدي ورقه من صاحبات مرتك اللي هي بتاعت بره. صاحبة مرتك؟ ايوه. تعالي نلتقي في قبلة شنيعة. قبلة شنيعة. اتفضل البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا شعب صلاح. اقدم لكم العيله وعيله العيله. سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوه. سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايوه. انا ويا رجالي. ايه دي؟ يا بابا يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. لا مؤاخذه، هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني ما نجيبش غموز ولا ايه؟ دي حاجه تضايق الحريه. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ندي للناس وش اكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكس، احسن انسى كنا بنقول ايه؟ ده مؤاخذه، نسيت اسال عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد مننا مفتاح للشقه. ايه؟ مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي ساكن؟ قلت قول له. طب هو انا هعمل دور خلاص؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموض. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى، فاحنا احنا حذرين عنوكوا. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم هو اللي انت وناس الحاج. ايه يا احنا ورين؟ ايه 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 هو فديت المنظر خد عين كده اهو. يلا بينا نجيب العيش السجاير والغموض ونيجي. يلا بينا يلا بينا. عاجبك اعمال قرايب جوز امك؟ لا شعبيين وطبيعيين، حسوا انهم عايزين يتخانقوا قاموا اتخانقوا. شعبيين وطبيعيين؟ انت افكارك مهببه. انا افكاري كذاب وزفت كمان.